كده تمام. اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. كده تمام. ده اول بث. ايوه فعلا ده اول بث. في بث عملته من حوالي سنتين يعني مره كده، بس ما كنتش بعمل قبل كده بث يعني. وانتي طيبه يا حبيبه قلبي، شاطره يا نجوى، شطوره. لسه مخلصه دلوقتي ولا بعد الفطار على طول؟ يوميات رونا مصطفى، مساء الفل يا حبيبة قلبي. الحمد لله والله، الحمد لله يا رندا. تمام، الدنيا لسه مش حر، فالصيام يعني تمام مفيهوش مشكلة. ليه كده يا زهرة؟ يضرب يقلب ليه بس؟ المية قطع عندك ولا ايه؟ بالألف هنا يا بسملة. الصوت واضح؟ انا مش سامعه نفسي يعني، فانتوا الصوت واضح عندكم؟ انتوا سامعيني كويس؟ الله يعينك بقى، الله يعينك في العزومه دي، ربنا يعينك. يعني بصراحه بيبقى الموضوع صعب جدا، بيبقى مجهود اساسا قبل الفطار رهيب جدا، وبعد الفطار مجهود يعني اكتر منه. بس يعني ان شاء الله النيه تبقى يعني افطار صايم، فناخد حسنات كتير ان شاء الله. والله انت اللي امر، الصوت بيروح من عينيا الاثنين. حاضر، اكلات صيام لاخواتنا المسيحيين، كل سنه وانتم طيبين. من عينيا الاثنين، حاضر. عايزه اسالكم بقى قبل ما الناس تبتدي تدخل كده ويسالوا اسئله، يعني انتوا ايه رايكم في القناه بقى؟ عايزه كل واحد تكتب لي رايها. ولو اي حد عنده تعليق يعني، حتى لو تعليق والله يعني سلبي وحاجه مش عاجباه، يقولها لي يعني عشان يمكن اغيرها والموضوع يبقى افضل يعني. انا احب جدا جدا التعليقات السلبيه بس باسلوب محترم يعني بصراحه. يعني اللي يعلق تعليق سلبي يكون فعلا هو هدفه، او يعني هي ناويه من التعليق ده انها مثلا تصلح حاجه معينه عند عفاف شايفاها مش حلوه. لكن لمجرد بس يعني النقد بصراحه بيبقى حاجه مش حلوه خالص يعني. يشرفني جدا يا بسملة، والله يشرفني يا حبيبة قلبي، وشكرا للكلام الحلو اللي انت بتقوليه ده. ام محمد من ليبيا، حبيبتي يا ام محمد منوراني، ودايما بشوف تعليقاتك والله. كل سنة وانت طيبة. شكرا يا زهرة، انت اجمل يا حبيبة قلبي والله. شكرا يا ام محمد. انا كمان على فكره بحبكم كلكم يعني، كلكم. اي حد بيكتب لي تعليق فعلا انا بحس ان هو بيتحفر في دماغي كده، كل ما باجي انزل فيديو بحس ان انا عايزه اسمع تعليقاتكم دي، واشوف فين ام محمد وفين زهره وفين رندا وفين كل البنات الحلوين اللي بيعلقوا والستات الحلوه. بحس ان انا يعني محتاجه اسمع التعليقات دي، خصوصا يعني ان المجهود في الفيديو بصراحه بيبقى مجهود جبار يعني. انا على ما بحمل الفيديو اصلا بتكون نفسيتي خلاص يعني، التصوير مجهد جدا، المونتاج مجهد اكتر، والتحميل بقى والنت بقى بصراحه بصوا حاجه صعبه جدا. انا كمان بحبك يا مي، ربنا يخليكي.
بصي يا نجوى، انا والله لحد بصي من اخر 4 أو 5 فيديوهات كده انا كنت برد على كل التعليقات تعليق تعليق، وكلكم عارفين كده. بس بقالي فتره فعلا النت عندي وحش خالص، وانا شغاله من الباقه على طول، فالنت مش بيسعفني ابدا ان انا ارد على تعليقات، والتعليقات تحمل بسرعه. فان شاء الله باذن الله هصلح موضوع النت ده وارجع ارد عليكم تاني كلكم. انا حتى يعني كذا حد قال لي ان انا يعني من الشخصيات اللي برد على التعليقات كلها، مش بسيب ولا تعليق والله، كل التعليقات انا بحب اقراها وبحب ارد عليها. بصي يا كارما، هقولك على حاجه، السنتين والست شهور، 6 شهور وسنتين، بصي دول لسه صغيرين، فطبيعي ان هم هيبهدلوا ويكسروا ويوقعوا ويفرفتوا والدنيا كلها تبقى بايظه عندك، ده طبيعي. دورك انت بس ان انت تحاولي تحجمي الموضوع شويه، انما كل الاطفال في السن ده كده يعني عادي، وكلنا اولادنا كانوا صغيرين ومرينا بالمراحل دي قبل كده. حاضر حاضر، من عينيا الاثنين، احلى قلب الاحلى نجوى في كل التعليقات. حاضر من عينيا. قناة عزة منصور. بصي يا عزة، انتي ولادك كبار وشغل البيت فوق طاقتك، بس انا هقولك على حاجة، هو المفروض ان كل واحد يعمل مكانه لو هما كبار، يعني ما ينفعش مثلا انتي تخشي ترتبي سرير حد ولا تشيلي طبق حد، على الاقل يودوا الحاجات مثلا اللي اكلوا فيها في المطبخ، يرتبوا سرايرهم، يشيلوا الهدوم اللي قلعوها، الحاجات دي حاجات يعني بديهية، ما ينفعش ان هما يبقوا كبار كده في كليات ولا في ثانوي وانتي عمالة تشيلي بناطيلهم وراهم ولا هدومهم وراهم، ما ينفعش. ندى تراب، اهلا بيكي حبيبتي من الجزائر، منوره الدنيا كلها. جيهان، انا كمان بحبك في الله. ربنا يخليكم. ام سلمى منوره، يا ام سلمى من غير ما تكتبي اسمك والله منوره. حاضر ام حمزه، انا عملتها قبل كده. بصي بعد ما اقفل الفيديو اكتبي لي اي تعليق على اي فيديو وانا هرد عليكي باللينك بتاع كيكه الرواني، انا عملتها مرتين قبل كده، هي كيكه حلوه جدا وسهله كمان. حاضر يا ام محمد، حاضر. ام معاذ، حاضر يا ام معاذ، هقرا التعليق. طب معلش ممكن تكتبيه تاني علشان انا هطلع كده كتير، مش هعرف الاقيه، معلش اكتبيه تاني. ما هو كده قناة عزة منصور كده في مشكلة، قولي لي اسمك ايه الاول، وانتي اسمك عزة يعني. انت عمرك ما تعرفي تعملي كل ده لوحدك، يعني هيبقى الموضوع صعب جدا، يا اما هتبقي انت كمان مهملة. طب اسمك ايه؟ اخر تعليق مكتوب ده اسمك ايه انت؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا لولو، وانت طيبة يا حبيبتي. اهلا بيكي يا عزة. بصي يا نجوى، عشان ترتبي العزومه ما ينفعش خالص ان انت تعملي طبعا كل حاجه في نفس اليوم ولا قبلها برضو بيوم، التجهيز بتاع العزومه ده ممكن يبتدي قبلها ب3 4 ايام. انت يوم هتشتري حاجات اللي انت محتاجاها وهتكوني كتبتيها في ورقه، وتكوني حددتي طبعا الاكلات اللي انت عايزه تعمليها، الترتيب في الحاجات دي مهم جدا.
يوم هتشتري فيه الحاجات، وتاني يوم هتبدأي تجهزي وتعصجي اللحمة وتنضفي الفراخ وتتبلي الحاجات اللي عايزة تتبل، وتجهزي كل حاجة قبلها بيوم. ده أساسا يعني دي حاجة مهمة حتى في الأيام العادية، لسواء ست بتشتغل أو مش بتشتغل، إنها تتبل وتظبط قبلها بيوم دي حاجة حلوة، يعني بتسهل عليكي كتير. سمايل. طب اكتبي التعليق تاني، انا مشفتش تعليق والله، ما تزعليش. بصي يا سلمى، بصي هو ما حدش ليه حق ان هو يعلقلك على حاجه، بس انتي برضو يعني لازم انتي تشوفي اللي وراكي عشان ما تخليش حد يضطر. بصراحه يعني دي بتبقى حاجه تضايق، فانتي المفروض ان انتي ما تخليش حاجه وراكي. يعني مش مثلا انتي عايشه في بيت عيله، فصعب قوي ان حماتك ولا اخت جوزك اللي بتعلقلك دي تطلع يعني تلاقي الدنيا شكلها مثلا ملخبط، ولا الموضوع صعب قوي قوي يعني. لا، يبقى طبيعي ان الست اللي عايشه في البيت ده يعني هي وراها ايه؟ طيب يعني وراها ايه غير انها تعمل كده؟ هتنظف بيتها اللي عايشه فيه، طبيعي ان هما يتضايقوا. انا شايفه ان ده حاجه طبيعيه على فكره، بس هو مش كل حد ليه حق انه يتدخل في حياه حد بصراحه. بس من الناحيه التانيه انت برضو تشوفي اللي وراكي، ما يعني انت على الاقل تخلي البيت شكله رايق. مش هيقولوا لك انت ما نضفتيش التفاصيل ليه، بس هيقولوا لك يعني في هدوم مرميه ليه على الارض، في مثلا اكل واقع في الارض، الحاجات اللي هي بتلفت النظر جدا. فبلاش انت من نفسك انت تشوفي الموضوع ده. يعني جنون العظمه وانت طيبه، كل سنه وانت طيبه. هبه وانتي طيبه يا هبه، يشرفني والله. الفانوس والطقم الصيني، وانتي طيبه يا حبيبه قلبي. محمد عوض، قولي لي اسمك ايه. وانتي طيبه من الاردن حبيبه قلبي، تحيه لاهل الاردن كلهم. مطبخ ميمي، وانتي طيبة يا حبيبة قلبي، وانتي طيبة. سماح رؤوف، وانتي طيبة. سماح معروف، انتي فوت جرين واي. فوت جرين واي منين؟ حاضر، هقول الموضوع ده حاضر دلوقتي. انا كتير سألوا اصلا على الموضوع ده، وانا كنت عايزة اقول بالتفصيل او اشرح لكم الموضوع ازاي، بس ما كنتش عايزة اكتب في التعليقات عشان ما كنتش هعرف ارد كويس يعني. وانتي طيبة. بسملة، ارد عليكي. حاضر يا بسملة، انا برد اهو. فرحانه اني مباشر، ودي تقريبا اول مره. ومنوره البث يا حبيبه قلبي. انا اسمي شيماء. ماشي يا شيماء، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا ام معاذ. مشتركه جديده من امتى؟ بقالك معانا قد ايه بقى؟ بحبك في الله يا ام معاذ، ربنا يخليكي. رحيل، اسمك ايه؟ دعاء فاروق، حبيبتي يا دعاء، مستنياكي من بدري. ساره، اهلا بيكي من الجزائر يا ساره، منوره الدنيا كلها في مصر. تسلمي لي يا لولو. اسامه علي، قولي لي اسمك ايه؟ وانتي طيبه؟ اول مره اول مره لايف، اول مره لايف. اشكرك يا نهى، تسلم ايديكي على المهلبيه، وتسلم ايديكي. امين يا رب. جاله من لبنان، اهلا بيكي يا جاله، منوره الدنيا. مش مشكلة يا بسملة، مش مشكلة يقعدوا يقولوا لك تسلم ايديكي، ومش مشكلة يقعدوا يشكروا في اللي انت عملتيه، مش مشكلة. انت يا هما يعني هما لو شكروا انت هتعملي حلو، ولو ما شكروش هتعملي وحش. لا، انت في كلتا الحالتين بتعملي كويس او بتعملي اللي عليكي. يعني مش لازم، انت ممكن تلفتي نظرهم على فكرة عادي، يعني مفيش مشكلة، بس مش يبقى هو دوت السبب اللي يخليكي نفسك تتسدي. يعني عادي، انت بتعملي اي حاجه حتى بنعملها في بيتنا والله، مش عشان ولا وانت مثلا في بيت اهلك، ولا عشان ام ولا اب ولا زوج ولا اولاد، انت بتعملي لله.
فاللي بيعمل لله مش بيزعل على حاجة بقى هو عملها حتى لو ما تشكرش يعني. خليها قاعدة عندك في حياتك يعني. سهام رحال من الأردن، أهلا بيك يا سهام. بصي بصي يا عزة، أنا هتكلم عن نفسي يعني، مش بعرف أعمل الأكل والدنيا ملخبطة، فيعني أنا بالنسبة لي لا، بنظف الشقة الأول وبعدين أعمل الأكل، ولو أنا متبلة حاجة من بالليل بيكون طبعا ده أحسن بالنسبة لي كتير، لأن بيديني وقت أكتر في البيت ويخليني أظبط الدنيا، وبعدين لما بلاقي أظبط يعني بصوا أبدع بقى في الحاجة اللي أنا بعملها، لو الدنيا مكركبة حواليا أو المطبخ تلاقيني متلخبطة كده وبطلع الحاجة مش مظبوطة قوي يعني. عايزة أقرأ التعليقات بس بالترتيب عشان ما ننساش حد. ربنا يخليكي يا أم محمد، أنا كمان فرحانة بيكم جدا، وأنا داخلة عشانكم أصلا يعني، أنا بعمل لايف عشان أكلمكم وأتكلم معاكم كده مباشر يعني. فاطمة، المرأة العاملة أو الست اللي بتشتغل بيبقى ليها وضع مخصوص شوية غير الست اللي بتبقى قاعده في البيت. على فكره بقى، ممكن تكون ست بتشتغل ويكون بيتها انظف من اللي قاعده في البيت، وتكون متابعه اولادها اكتر من اللي قاعده في بيتها، وفي ستات كتير ما بيشتغلوش والدنيا بايظه عندهم خالص خالص يعني. فيعني ده مش، ما تحسيش ان دوت حاجه مثلا بتعطلك او بتخليك انت مش عارفه، لان في زي كتير قاعدين في البيت ومش بيعملوا حاجه، او يعني بيتهم ملخبط وحياتهم مش منظمه. ايوه يا سهام، انا بشتغل بس مش بشتغل شغل حكومة، بشتغل شغل خاص يعني، يعني مش ما عنديش مواعيد يعني ثابتة، أنا بظبط الدنيا مع نفسي يعني. والله مامة جوجو كل يوم دي يعني بالنسبة لي أنا صعبة، أنتوا شايفين مثلا الفيديو لما بينزل بيكون فيه حاجات قد إيه، بيبقى فيه مثلا تنظيف ووصفات ومتابعة فيعني انا ممكن اعمل روتين في البيت بس ما اصورهوش، لاني مثلا ما عنديش وقت اصور، او التصوير بياخد وقت كبير قوي. اهلا يا نيفين الاسماعيليه، اهلا بيكي يا قمر منوره. تسلمي يا ام محمد، انت اللي مبهجه والله، تعليقاتك حلوه والله يا نجوى. لو فعلا دي حاجه هتبسطكم مثلا وتخليني انا اتواصل معاكم اكتر، اكيد اكيد مش هتاخر عليكم يعني. دعاء، ربنا يخليك يا دعاء، انت ست محترمه جدا وانا بحب تعليقاتك اللي كلها ذوق بصراحه يعني. انا دعاء فاروق احس ان انا اعرفك شخصيا رغم ان انا يعني ما اتكلمتش معاكي قبل كده. انتوا كلكم بصراحة تعليقاتكم حلوة يعني، انا لما بدخل اعمل فيديو واقعد اقرا التعليقات انا بحس ان انا عاملة الفيديو عشان التعليقات. تخيلوا تخيلوا التعليقات قد ايه مهمة يعني. لو في فيديو هو الفيديو قوي جدا وعليه مثلا مشاهدات كتير، خلينا نقول عليه لايكات كتير، اللي اتفرجت حطت لايك وعجبها الفيديو بس ما عملتش كومنت، انا بيفرق معايا جدا نفسيا يعني، انا ببقى عايزة اسمع رأيكم. اللايك اللايك طبعا ده دليل على ان الفيديو عجبك، بس انا ببقى عايزة اسمع رأيكم. التعليقات بتفرق جدا مع اي يوتيوبر يعني. انت مستنيه اطلع الصيفي؟ والله ما طلعته لسه. ما طلعتوش بصراحه، انا سقعانه اصلا لسه يعني. ربنا يخليكي يا سهام، انا كمان بحبك في الله جدا والله. انا على فكره كنت بستغرب جدا اي يوتيوبر قبل ما اعمل القناه خالص يقولوا عيلتنا التانية واخواتنا او اهلنا واصحابنا، كنت بستغرب يعني بعض، بس لا انتوا بتفرقوا معايا جدا يعني. هو الصوت شغال تمام؟ طب قولوا لي الصوت شغال ولا لا. الصوت شغال تمام تمام يا سهيل، ايوه كده خليكي معايا على الخط. بسملة انتي منين يا عفاف؟ طيب بصوا بقى، انا من كفر الدوار. كفر الدوار يعني هي تبع محافظة البحيرة، بس هي قبل اسكندرية على طول يعني، تعتبر بوابة اسكندرية.
حتى انتوا تلاقوني على طول اقول لكم لما بتسالوني على حاجه انا جايباها منين، بتلاقوني جايباها من اسكندريه، هي اسكندريه جنبي على طول، وانا حتى ساعات الخضار والخزين والحاجات دي ممكن اشتريها من هناك، فتقريبا ربع ساعه او ثلث ساعه بالعربيه بكون في اي مكان انا عاوزاه يعني. اه شفتي يا مامي جوجو، صوتي كان رايح خالص اول يوم رمضان، شفتوا الفيديو، كنت تعبانه جدا، بس بجد كان الفيديو عندي وعايزه اسجله، وما كنتش عارفه استنى يعني، فسجلته لك، وصوتي اللي كان طالع عامل كده ده، معلش بقى. يعني ايه فيديو بالصوت بس؟ مش فاهمه حبيبتي يا سهام، ربنا يخليكي. اهلا يا مروه، نورت الدنيا كلها. ام حسن حاضر حاضر، انا قريت سؤالك، حاضر. يوميات زهره، تسلمي لي يا حبيبتي. انا من دمنهور بس متجوزه في الاسماعيليه. اهلا بيكي، انت كده تعتبري جنبي خالص يعني، جنبي خالص قبل ما تتجوزي بقى، مش بعد ما اتجوزتي. هتنوري الدنيا كلها يا سهام والله، ربنا يخليكي يا ام محمد. مش عارفه ايه موضوع صوتي ده، يعني انا انتوا بتقولوا لي صوتك شبه ايتن عامر، يعني انا لقيت مش عايزه اقول لكم لايكات كتير على التعليقات اللي شبه كده، رغم ان انا عمري ما شفت كده غير منكم يعني، غير لما سمعته كده بدات افكر صوتي في الطبيعه في الحقيقه لا مش شبه حد يعني، عادي صوتي هو صوتي. طب تديني كام سنه يا عزه؟ عزه منصور بتقولي عندك كام سنه؟ يوميات ميرو، ست الشطوره، بحبك يا حبيبتي، ربنا يخليكي. اهلا بيكي حبيبتي من العراق، نورتي الدنيا. شكرا يا مروه، ربنا يخليك. انت معانا جديد يا مروه ولا بقالك كتير معانا؟ سماح بتقول انا عندي كسل رهيب وما عنديش نفسي اعمل اي حاجه خالص، مش عارفه اعمل ايه، مع العلم ان نظيفه في شقتي بس مش عارفه، ماليش نفس خالص. بصي يا سماح، الفتره دي بتعدي علينا كلنا، انا بيجي عليا وقت مش ببقى عايزه اشيل كوبايه من مكانها ولا اصلا عايزه اصحى من النوم والله، يعني ده بيحصل كتير يعني، ما تستغربيش نفسك لما تبقي كده، وطي عشان يعني ليه توطي عشان تعدي الفتره دي، بتحصل لنا كلنا بجد. انا نفسي، لسه كنت بقول لاختي امبارح، انا نفسي الاحباط يتشال من الكتالوج خالص يتشال من الحياه، كلمه احباط دي ومعناها تتشال خالص من الدنيا. الواحد بجد بيستغرب نفسه لما يكون في وقت متشجع على حاجه قوي قوي، وفي وقت تاني يبقى محبط قوي قوي، فيبقى مستغرب جدا نفسه الاحباط ده كله جاله منين. شكرا يا سهام، شكرا ليكي، ربنا يخليك يا رب. هبه، لا بحبها بصراحه يا هبه، انا بحب صابر وير جدا، انتي كمان بتحبيها. بس مالا بتقولي عندي 28 او 29، طب نشوف دلوقتي مين هيزود ولا مين هينقص شويه. ربنا يخليك يا ميرو، انا كمان بحبك. ام محمد، من انت ام محمد من لبنان صح؟ من ليبيا صح كده، ام محمد ليبيا، بتحسي ان انا نفس عمرك، عندك 32. طب هنقول دلوقتي يوميات زهره من عينيا الاثنين، حاضر، نصايح للقنوات الصغيره من عينيا. حبيبه قلبي، كل يوم قهوه، كل يوم اشرب معاكم قهوه، ده انا هزهقكم كده. بصوا عايزه اقول لكم على حاجه، على ما بقيت الناس تدخل، مامي جوجو بتقول 26، هبه بتقول لي انا ممكن اكون 36 سنه عشان اطفالي 10 سنين، قصدك كده، ممكن اكون 36 عشان بنتي 10 سنين، انا قلت قبل كده صحيح بنتي عندها 10 سنين، ممكن اكون 36، ماشي نشوف دلوقتي. طب اللي هتقول بقى السن مظبوط صح صح صح، اقول لكم ايه، هديها بوسه. والله يا نجوى يعني لما ربنا يأذن بقى في الموضوع ده، بصراحه موضوع الزهور ده مش عارفه له يعني وقت بصراحه خالص يعني، ولا عارفه ده هيحصل امتى ولا هيحصل ولا لا. بس بالمناسبه فكرتوني بحاجه، 25؟ لا يا شيخه قوي كده يعني، 25 ازاي بس؟
فكرتوني بحاجه اقولها لكم بمناسبه موضوع الظهور والمشتركين وكده. من فتره كده من حوالي شهرين يعني يوم 16/2 انا كملت 50,000 مشترك. 16/2 ده كان يوم عيد ميلادي، فقلت هتفضل ذكرى ان انا يوم 16/2 في يوم عيد ميلادي كملت 50,000 سبسكرايب. كنت فرحانه جدا بسبب حاجه، ان ال 50,000 سبسكرايب انا كملتهم، و 50,000 حد الفرحه عندي مش كانتش بالرقم والله، يعني مش ان انا كملت 50,000 سبسكرايب فالقناه دي فيها 50,000 مشترك، لا فرحتي مش بالرقم، فرحتي كانت ان انا كملت 50,000 سبسكرايب من غير ما اظهر ولا مره، او انا ما حدش شافني. فكل اللي عمل لايك وعمل كومنت وعمل سبسكرايب في القناه هو عمل عشان المحتوى عجبه، او ان عفاف بتقدم حاجه فادته فعمل سبسكرايب. يعني فهمت وجهه نظري في الموضوع ده، انا كنت مبسوطه جدا. حبيبتي يا مروه، حبيبتي يا مروه، الناس الحلوه كده بتتابعنا من زمان، والناس الحلوين بزياده بيتابعونا من جديد. وانتي طيبه يا مرمر. كلامي منطقي جدا. على ايه بالظبط؟ على موضوع ايه بقى؟ على موضوع السبسكرايب ولا موضوع البيت ولا موضوع ايه؟ ام محمد احترم رايك جدا يا ام محمد، ما تظهريش يا فوفه كده احسن، احترم رايك جدا جدا. صح يا ابتسام، العمر مش بالسنين، بالحاجات اللي بتساعدنا. صحيح، علشان كده ممكن تلاقي في ده بقابله في حياتي كتير قوي، الاقي مثلا اتنين، واحده مثلا عندها 40 سنه والتانيه عندها 40 سنه برضو، بس الاتنين مختلفين خالص عن بعض. يعني تلاقي واحده تشوفيها تقولي دي ما كملتش 25 سنه، والتانيه تقولي عندها 60 سنه. مش ما بصوا يعني بامانه، يعني الواحده هي اللي بتعمل في نفسها كده. اصل ما حدش هيجي يقول لك اهتمي بنفسك، وما حدش هيقول لك كلي كويس، ما حدش هيقول لك لا ما والله انت بقالك تعبانه كذا يوم ارتاحي بقى، ما فيش كده في الدنيا. يعني ما فيش حد بيعمل كده، مش عشان الناس اللي عايشه معانا وحشه، هو ده الطبيعي ان كل حد لازم يهتم بنفسه. انا عايزاكم تكتبوا لي رايكم في اللي انا بقوله برضو، يعني عشان ايه تبقوا ماشيين معايا على الخط. يعني سما 8 سنين بتقول لي كل سنه طيبه، وانت طيبه يا سمسمه يا قمر، وانت طيبه يا سمسمه يا عسل، انت قد اياد ابني. وليد رشيدي، قولي لي اسمك ايه؟ مروه، منوره يا مروه، تسلمي لي يا حبيبه قلبي على الكلام الحلو اللي انت كتبوه ده. ربنا يخليك يا زهره. يا حبيبتي دينا انا بشتغل. جاله بتقولي عندي 35. ام معايز انا كمان بحبك قوي والله يا عزه. بصي اللي انا من وجهه نظري يعني، بس اكيد لو كل واحده قالت فينا ايه اللي بيخلي الست يبقى عليها السن، لو كل واحده فينا قالت سبب هيبقوا اسبابنا كلها صح، هيبقى كل الاسباب اللي قلناها صح. بس ممكن تكتبوا انتوا كمان كل واحده تكتب السبب من وجهه نظرها، بس انا عايزه اقول ان هو النكد والهم بيكبر، والبعد عن ربنا برضو بيكبر. ربنا يخليك يا ام محمد. حاضر يا دينا. عايزه اقول لكم ان حته الفيديوهات برضو، ان انا مش مثلا كل يوم بنزل فيديو، انا من اول ما بدات، حتى لو لاحظتوا ده في الفيديوهات، يعني من اول ما بدات وانا مش بنزل فيديو الا اذا كان اللي هيدخل يتفرج على الفيديو هيستفيد حاجه، مش بنزل اي حاجه وخلاص. دي برضو حته من الحاجات اللي بتخليني انا مش كل يوم انزل. يعني انا مثلا مش عملت وصفه ولا عملت طبخه ولا نظفت حاجه هطلع اصورها لكم واقول لكم انا نظفت كذا النهارده، فيديو مثلا يبقى 4 دقايق ولا 5 دقايق، او اطول في حاجه مثلا واقعد اطول وارغي في كتير في حاجه بسيطه مثلا ما فيهاش افاده كتير. لا ده انا بجري الفيديو واعمل فيه حاجات كتير عشان لما تقعدي تتفرجي على الفيديو تحسي ان انت استفدتي، ما بقاش ضيعت وقتك. دي اكتر حاجه بتنرفزني، لان كتير قوي لما تتفرجي على فيديوهات تحسي ان وقتك ضاع. انا كان ممكن اعمل حاجه مهمه ومفيده في الوقت اللي انا قعدت اتفرج على الرغي ده. شكرا يا ام معاذ. صحيح يا مامة جوجو. بصي يا بسمله، انا عايزه اقول لك على موضوع الصحيان بدري ده، انا يعني انا بصحى بدري الفتره دي، بقالي مثلا زي
ممكن 6 شهور كده. بس انا من الاول طبيعتي مش بصحى بدري، يعني طول عمري طول عمري مش بصحى بدري، حتى من ايام الثانوي كنت ببقى متضايقه جدا ان رايحه المدرسه، ايام الكليه المحاضرات كانت بتبقى الحكايه عندي لان بنام متاخر. بصوا النوم ده طبيعه، في ناس تحس ان هي تموت في السهر، تحب تسهر قوي، ولو نامت بدري حاسه ان هي كده عامله ذنب. وفي ناس لو عدى عليها الساعه 11 وهي صاحيه تحس ان هي كده الموضوع عندها يا ده سهرت يعني. فهي طباع مش اكتر على فكره. الحور العين. شكرا يا حبيبتي منى ابراهيم. وانا كمان انا كمان بحب اسهر، يعني انا شايفه ان النوم بدري ده مفيد ومهم بصراحه، بس اليوم اللي مثلا اعرف انام فيه بدري، البدري ده اللي هو الساعه 1 2 ده كده نمت بدري. اه فهمتك يا ام محمد، حاضر فهمتك، شكرا يا نجوى. لو في حد معلش سألني على حاجة او انا ما ردتش عليه معلش يكتب التعليق تاني. والله كويس يا منى، يعني كويس ان انت ايام الدراسة بتصحي من الفجر والمغرب بتنامي، دي حاجة كويسة، لان الام اللي بتسهر ولادها بيطلعوا برضو بيسهروا للأسف للأسف يعني. معلش معلش حبيبتي اكتبي التعليق تاني. انا شايفه قدامي هو انا بحبك جدا، ولما احب اتشجع بسمعك، بس لو في حاجه تانية اكتبيها لي. بس ما انا بتقول انا بعشق السهر جدا، ولو نمت بدري بحس ان يوم من عمري ضاع. ما انا بقول لك يا دينا بقى، ما انا بصي انا بيبقى عندي 4 ايام في الاسبوع شغل من الساعه 9 الصبح، 4 ايام بس، الايام الباقيه بقى لا ما بصحى، مش بصحى 9 خالص، ما بصدق بقى، ما بحطش اي مواعيد في الوقت بقى الفاضي في اليوم اللي ما عنديش فيه شغل عشان ما اصحاش بدري. الفيسبوك اسمك ايه؟ ماشي، الفيسبوك اسمي عفافه والصعود بالانجليزي، عفافه والصعود. ما شاء الله يا منى، ربنا يحفظها لك يا رب، تقوليش لحد. عشان اللي عندهم 14 سنه ده واخين اهاليهم، فلما بنتك تعمل كده يبقى ما تقوليش لحد، ربنا يحفظها يا رب. مرمر في البيت. انا لسه قايله انا منين. بصي انا من كفر الدوار، كل اللي من اسكندريه هتعرف كفر الدوار لانها جنبها على طول، فانا من كفر الدوار. يوميات زهرة. طيب خلينا نقول سريعا كده، هقول لكم على حاجتين بالنسبة للقنوات الصغيرة. اول حاجة مش نهاية الدنيا ان انتي محدش مشير لك على المنتدى، عشان تبقي عارفة، بس عشان انا مريت بكل الكلام ده، مش نهاية العالم ان انتي مش لاقي حد يشير لك. وبرضو لما حد يشير لك دي مش دي البداية، البداية انك تشتغلي وتعملي فيديوهات وتقدمي محتوى كويس وبس. مهما كان بقى الوقت قناتك هتتشاف امتى مش مشكلة الوقت. اتفضلي يا ام محمد، اتفضلي يا حبيبتي. الحمد لله انا لوزه. ماشي وماله. كلكم منورين. تسلميلي تسلميلي يا حبيبتي، وصفه واكله مع مروان. تسلميلي يا مروان. عايزه اقول لكم بالمناسبه بقى، مين اللي مش بتحب شغل البيت خالص؟ بصوا شغل البيت فيه حاجات، يعني ممكن ستات ما تحبش تنشر الغسيل ولا تحب تطبق الغسيل لما ينشف، وفي ستات ما تحبش تغسل مواعين ابدا، تعقديها لما تقولي لها اخش المطبخ، وفي ستات تانية ما تحبش تروق البيت ولا تلم الكركبه ولا تلم الحاجات ديت يعني. قولوا لي بقى انتوا كل واحده فيكم ما بتحبش ايه بالظبط. انا عن نفسي ما بحبش انشر، يعني بتضايق يعني لما الغسيل، اول ما الغساله بتفصل واحس ان الغسيل ده لازم يتنشر بكتئب شويه. ربنا يخليك يا مروان، الله يكرمك.
اه ما انا مصدقاكي جدا. ما تطبقيش الغسيل عادي، ما تحبيش تطبقي الغسيل ده، الغسيل ده اصلا مشكلة. بصي يا عزة، محتاجة وقت، محتاجة وقت ومحتاجة مجهود ومحتاجة صبر. شفتي الثلاث حاجات دول؟ اصعب ثلاث حاجات طبعا، مجهود ووقت وصبر. مين قالك؟ مين قالك كده؟ انت ما تعرفيش حاجة يا ام محمد والله. مين قالك ان انا محافظة على وزني؟ ده الدنيا باظت خالص. انا معلش فترة كده يا مروان، وبعدين ان شاء الله هترجعي تاني صاروخ وتسيبك من السلحفة بقى. انتوا سامعيني كويس؟ هي الصورة مزغللة عندكم زي ما مزغللة عندي كده، ولا الصورة كويسة؟ انا ما بحبش انشر، مش ما بحبش اطبق، ما بحبش انشر الغسيل. بالهنا والشفا يا منى. اهلا بيك يا حسناء، منوره الدنيا من المغرب. ربنا يبارك في صحتك يا دعاء، ربنا يبارك في صحتك يا حبيبتي. ماما دي لمامتك ولا حماتك؟ طب الحمد لله الصوت والصوره تمام. مزغلله الصوره؟ طب نشوفها. طب نقول السن بقى، يوم 16/2 اللي فات يعني من شهرين كملت 31. شفتوا كبرت ازاي؟ انا كنت حاسه ان انا امبارح كنت 20. ليه كده يا محمد؟ ده انا بحب تنظيف الحمام جدا. حقيقي يا بسمله زهقنا فعلا من كل الاكل. يعني الواحد لما بيقعد يفكر هيعمل ايه بكره يلاقي نفسه اكل كل حاجه، اكلنا فراخ ولحمه وسمك واكلنا كل حاجه، فتبقي محتاره تعملي ايه. انا النهارده كنت عامله رز اصفر، وكنت عامله باميه وفراخ مشويه. يا شيخه صغنن ايه بس؟ 31 صغنن ده، خلاص داخل على 40. أسامة علي، معلش قولي لي تاني اسمك ايه؟ تسلمي يا سميحة، ربنا يخليكي. معلش طبيعي والله بيحصل لكل الستات، والله الستات عليهم ضغط كبير قوي 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 يعني، والله العظيم كفاية الولاد ده، بص ربنا يهديهم والله. مفرش، المفرش الصفرة ده، المفرش ده كنت منزلاه في زينه رمضان، الفيديو تقريبا من اللي هو نزلته اول يوم رمضان تقريبا او ليله رمضان. المفرش ده جايباه ب 100 جنيه بس، هو الخامه بتاعته حلوه جدا، هو قطيفه كده وناعم قوي، وكان سعره 100 جنيه. جايباه منين؟ جايباه من زنقه الستات في اسكندريه، في مكان في اسكندريه اسمه زنقه الستات، شوارع ضيقه كده وفيها حاجات كتير بكل التفاصيل يعني، فانا شارياه من هناك. ربنا يبارك في عمرك يا حسناء. 74 يعني عندك كام سنه؟ انت اللي صغننه بقى يا جاله، عندك 20، ده انت صغنونه خالص. انا صغننه؟ انا صغنونه ازاي يا مرمر بس؟ انا كنت حاسه والله ان انا من يومين ثلاثه كنت في ثانويه عامه، مش عارفه ايه اللي حصل. ربنا يبارك في عمرك، 44، ربنا يبارك في عمرك يا حبيبتي. معلش انا اسفه والله يا حور، معلش اكتبيه تاني. 46، ربنا يبارك في عمرك يا حبيبة قلبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم امين 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 يا رب، امين يا رب، ربنا يهديهولك يا حبيبة قلبي.
الله يعينك يا محمد، المفروض ان احنا كلنا نروح نساعد ام محمد في اللي هي بتعمله. ليه 39؟ طب هتعيطي ليه؟ ربنا يبارك في عمرك. ما الطيب احسن، انا عايزه اشوفك الطيب احسن والله. ربنا يخليكي يا ام اسراء، انا مبسوطه جدا ان انتم مبسوطين ان انا طلعت لايف، يعني حاجه كويسه ان انا لقيت منكم قبول يعني. اه نيفين، معلش يا نيفين والله انت لسه قايله لي كده، ده انا قايله لك انت كده جارتي يا نيفين، جارتي قبل ما تتزوجي يعني. عفاف، ربنا يبارك في صحتك وفي عمرك يا عفاف، 53، ربنا يبارك في صحتك يا حبيبتي. طب ما دام عفاف انت امه ايه بقى؟ عشان ما يصحش برضو نقول باسمك كده يعني. شكرا يا سميحة، ربنا يخليكي. زهرة 45، ربنا يبارك في عمرك يا زهرة. طب كلنا ندعي لنيفين بقى ان ربنا يرزقها الذرية الصالحة في الأيام المفترجة دي، ربنا يرزقك الذرية الصالحة يا رب، عاجل غير آجل يا رب. أم جيجي أنا كمان بحبك والله. طب احنا خلينا كده بالصوت أحسن، ايه رأيكم؟ يعني صوت بس كده تمام. سندريلا تسلمي لي يا عمر، انت حبيبتي والله، وانتوا طيبين يا رب كلكم. مرمر، طيب يا مرمر بيكلميني ونتقابل والله، انا كمان نفسي اشوفك يعني، انا بروح اسكندريه كتير يعني، فكلميني نتقابل يا ريت والله. ده المغرب دي بلد جميله قوي 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 يعني قوي. عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلى على سيدنا محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مطبخ وفاء بكري وحضرتك بخير. طب ليه يا مجيجي مالهم بيعملوا ايه يعني؟ طيب الشقاوة العادية يعني ولا بيعملوا حاجات تانية اكتر يعني؟ شكرا يا دعاء، ربنا يخليك يا دعاء. انا مش عايزة اطول عليكم والله، بس في حاجات يعني اسئلة انتوا بتسألوها لي في التعليقات ومش بلحق ارد عليها، فاللي عنده سؤال ممكن يسأله دلوقتي ونجاوب عليه دلوقتي مع بعض كده. امين يا رب، اللهم لا تذرها فردا وانت خير الوارثين يا رب، اللهم ارزقها الذريه الصالحه يا رب، اللهم ارزق نيفين الذريه الصالحه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا مدام احلام. طب انا عايزه اسال سؤال بس، في 46 لايك ليه؟ ليه 46 لايك وانتوا 73 ليه؟ حطوا لايك بقى. نسيتي ايه منى؟ مش عارفه نسيتي ايه، بتتكلمي على ايه؟ اه نسيتي لايك، اخس عليكي اخس عليكي، حطي لايك بسرعه. شاطره يا حسناء، شكرا يا دعاء، تسلمي يا ام اسراء. تسلمي يا حبيبتي، شكرا. طيب عايزه اسالكم سؤال الاثنين، يا احمد ندى، قولي لي اسمك ايه عشان بحب اقول بقى اساميكم. احمد ندى، انا الاثنين ست بيت وبشتغل الاثنين والله. شكرا يا ام محمد، حطي بسرعه انت اصلا مش فاضيه، كنت كتر خيرك المفروض نساعدك، ما تحطيش لايك يا ام محمد. طب اكتبي التعليق تاني، معلش ما شفتوش. مطبخ وفاء بكري، انا قلت ثلاث حاجات دلوقتي، اول حاجه صبر مجهود، وايه كمان؟
وقت، محتاجة وقت ومحتاجة صبر ومحتاجة مجهود. الفكرة مش ان حد يشير لك خالص، ولا ان انتي قناة كبيرة تشوف الفيديو بتاعك وتاخده تشيره، لان اللي هيتفاعل حتى لو عجبهم الفيديو هيتفاعلوا مع الفيديو ده، بس مش شرط ان هم يخشوا يعني يشتركوا عندك. فيبقى انتي فرصتك برضو لازم تشتغلي ولازم تقدمي محتوى كويس. طبعا انتوا شايفين، انا عايزة اقول لكم على حاجة، اسألكم سؤال. صحيح، انا عايز اسألكم سؤال. حاضر يا حسناء، هقولك. انا عايزة اسألكم سؤال، انتوا ايه رأيكم في اليوتيوب؟ ايه رأيكم في اللي بيحصل على اليوتيوب؟ يعني سحر، الحمد لله على السلامة يا سحر. أول ما قلتي بصي في تبر وير عرفتك على طول. الحمد لله يا سحر، ربنا يخليكي، وأنتي أحلى عضوة في تبر وير كلها. بس عن إيه بندردش؟ بندردش عشان اللي عنده سؤال هنجاوب عليه. داليا بتقول لي أنتي خريجة إيه؟ أنا خريجة آداب، أنا رصاصة آداب قسم تاريخ. ليسانس اداب قسم تاريخ، عايزين بتوع الاداب يطلعوا دلوقتي. طب ليه بقى موظفه في بنك؟ انا رسمي قوي كده. لا انا اشتغلت مدرسه فعلا 10 سنين، لسه موقفه من سنتين كده، وبشتغل دلوقتي حاجه تانية، يعني حاجه تانية غير اليوتيوب. سميحة، ده لازم، ده لازم. عارفة انت لو ما اهتمتيش ونسيتي يعني هتلاقي الموضوع، بصي ازيد، مش بجد، مش 5 سنين من عمرك ازيد. يعني لو انت عندك 30 تبقي 35، لو انت عندك 40 تبقي 45، لو انت 20 تبقي 25، وال5 سنين دول يفرقوا كتير، يفرقوا كتير قوي قوي. الله على الاداب. مين لسانس اداب بقى فيكو؟ داليا خريجة تجارة. يشرفني طبعا مامي جوجو، ربنا يخليكي. هي لسانس اداب لغة عربية. جامعة ايه بقى؟ انا اداب تاريخ جامعة اسكندرية، بس فرع دمنهور، هندسة تجارة. احلى لايك. اداب قسم اعلام، احنا كده زملاء. انا دخلت قسم تاريخ عشان انا بحب التاريخ جدا، كنت جايبة في الثانوية العامة 48.5 من 50، وكنت بحب الاحياء جدا. تخيلوا، يعني انا كنت في تانية علمي وفي تالتة حولت ادبي، في تانية جبت تقريبا 49 من 50 في الاحياء. يعني كنت جايبه درجه كويسه جدا، وكنت بحب الاحياء جدا، بس كنتش بحب الرياضه بصراحه، كنت بحب الرياضه، عشان كده حولت ادبي في تالتة. مي ادب، لقينا حد ادب قسم تاريخ اهو. ربنا يخليكي يا حسناء. داليا انتي منين من اسكندريه بقى يا داليا؟ شفتي بقى؟ لا ده الرياضه دي كانت مشكله. انتي طيبه يا جيجي. اداب قسم تاريخ جامعة اسكندرية، اهلا يا حبيبة قلبي. علي مصطفى، علي مصطفى قولي لي اسمك ايه؟ من ليبيا، اهلا بيكي. آية الوزير ابداعات ام كريم بتقول لكم بتدخلوا عندها شوفوا قناتها، ابقوا شوفوا قناتها يا ولاد بعد اللايف. انا جامعة اسكندرية فرع دمنهور. والله لو ده حاجه كويسه بالنسبه لكم يا سميحه، انا ما عنديش مانع، والله ما عنديش مانع خالص.
أمي جيجي اكتبي تعليق تاني وأنا هرد عليكي. حاضر والله. انتي رمضان، رمضان باسم رمضان بتعلقي؟ انا مش شايفه لك تعليق والله، يعني هو كده واضح ان كل التعليقات مش بتظهر لي، انا بقرا كل اللي قدامي. انا بشوف تعليق وانتي كاتبه لي، مش بتودي ليه بس والله مش شايفه التعليق الاساسي بتاعك. طب معلش اكتبيه تاني. يوميات زهرة حاضر، بعد اللايك اكتبي لي اي كومنت على اي فيديو وانا هدخل اشوف. حاضر القناة مش عارفه يا بسمله، يعني مش عارفه مش عامله ليه جروب على الفيس. انا عندي جروب على الواتساب، ده جروب بتاع تابروير. ايمان ازيك يا منى؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا معاكي يا بسمله، سياحه وفنادق. اللي كتبت 4 مرات دي معلش اكتبي التعليق تاني. حاضر حاضر يا وفاء، بس اكتبي لي تعليق بعد الفيديو على اي فيديو او اخر فيديو حتى وانا هدخل اشوف. عندي اطفال، اه عندي اطفال بس الحمد لله كبروا شويه، يعني مش اطفال قوي يعني. احلى لايك يا ساجده. عندي يارا عندها 10 سنين وشويه، يعني كمان 3 4 شهور كده يبقى عندها 11 سنه، وعندي اياد عنده 8 سنين الحمد لله رب العالمين. ما بفكرش خلاص تاني الحمد لله يعني. بصراحة ولادي توبوني الحمد لله على السلامة يا مؤنس. أنا ولادي توبوني بصراحة. شكرا يا مؤنس ربنا يخليكي. ربنا يخليكي يا داليا، أنا كمان مبسوطة أكتر. أنتي كمان عندك إياد؟ بصرة اه، بس هو شقي شبه اللي عندنا ولا لا؟ انا اللي عندي شقي جدا يعني، بص مدوخني بصراحة. الفيس اسمي عفافة بالصعود على الفيس بالانجليزي، عفافة بالصعود. بنظم، انا شفت تعليقك اهو، انا شفت لسه ظاهر لي والله. حاضر يا حمزه. انا بنظم وقتي ازاي؟ بصوا يعني قبل اليوتيوب حاجه وبعد اليوتيوب حاجه تانية. بعد اليوتيوب انا مشغوله اكتر من الاول، ودايما يعني الوقت اللي كان بيبقى فاضي عندي هو مشغول برضو، فانا دايما مشغوله. يعني انا مثلا يعني بحس ان انا دايما عندي حاجات ورايا، حتى لو مش تنظيف، يعني مش تنظيف في البيت ولا ترتيب وكده، بس دايما عندي حاجات ورايا، بحس ان انا دايما مش فاضيه. قولولي بقى الاول بس، انتوا بتحبوا تخرجوا ولا بتحبوا تقعدوا في البيت؟ يعني انهي اكتر بالنسبه لكم حاجه حلوه، ان انت تخرجي ولا انت تفضلي قاعده في البيت بقى وعلى عند التلفزيون بقى ومعاكي كوبايه القهوه ولا كوبايه النسكافيه والجو ده، بتحبوا انهي؟ بصوا هقول لكم على جروب الواتس ايه الموضوع برضو علشان خاطر تبقوا فاهمين الدنيا، عشان لما اجي اتكلم في اي فيديو تبقوا فاهمين. هقول لكم كمان على جرين واي عشان برضو تبقوا عارفين الدنيا ماشيه ازاي. بصوا بس ردوا عليا الاول في موضوع البيت ده. ما شاء الله لا قوه الا بالله، ابنك الكبير 22 سنه ربنا يحفظه. او بصي الخروج حاجه والشوبينج حاجه، انا ما قلتش الشوبينج، انا الشوبينج ده بالنسبه لي بصوا حاجه تحفه يعني. رغم ان انا ما بشتريش حاجات مش محتاجاها الحمد لله، وده سبب من اسباب ان مفيش كراكيب عشان تبقوا عارفين. يعني مش كل ما انزل الاقي حاجه عجباني اشتريها، لا بفكر الاول فيها قبل ما اشتريها، مش عشان من غير حته الفلوس خالص، لا الحاجه دي هتكركب الدنيا وانا محتاجاها ولا لا، ولو هي عندي زيها وانا محتاجه الجديده ممكن اطلع القديمه لحد الاول وبعد كده ابقى اشتري الجديده. فده مهم جدا لان انتوا عارفين طبعا الدنيا بتتكركب ازاي. 16 سنة آية، 16 سنة ربنا يحفظها لك. لا الولاد صعبين، صعبين قوي ربنا يهديهم. يعني أنا جبت بنتي الأول وبعدين جبت تاني حاجة كان الولد، لا لا بصراحة عرفت الفرق، صعب صعب قوي قوي. البنات متوبينك كمان. وإياد جميل ربنا يحفظه لك بقى. نورة أحمد بتحب قعدة البيت، ضيفيني على الواتساب. طب حاضر نقول بس موضوع الواتساب، حاضر هفهمكم الأول. بصوا بالنسبه لجروب التابر وير اللي على الواتساب، الجروب ده
جروب الشركة بتنزل عليه الأسعار والعروض بتاعت كل أسبوع. تابر وير هي شركة اتحاد أوروبي، يعني شركة يعني حاجات مستوردة، اتحاد أوروبي منتجات بلاستيك وستانلس، تعمل منتجات بلاستيك وستانلس للمطبخ. طيب انت لما اي حد بيتفرج على فيديو ليا وبيبقى عايز المنتج ده، هي عايزه طقم الفريزر ده، او عاوزه الازازه دي، او عاوزه السليم لاين ده، او هي عايزه الحله الالترا دي، اي حاجه، هتجيبها ازاي؟ هتجيبها زي ما انا جبتها. انا جبتها ازاي؟ يعني بتشوفي اي حد تبع الشركه بيتعامل مع الشركه نفسها. اولا ده هيضمن لك حاجتين، ان يتعامل مع الشركه نفسها بيضمن لك حاجتين. اول حاجه ان انت بتاخدي منتج مش مضروب، ازايز اصليه، ان في ازايز كتير قوي شبه ازايز تابر وير بس مش مكتوب عليها تابر وير طبعا، بس متقلد الاسم، مكتوب عليها حاجه تانيه. فبيضمن لك ان انت بتاخدي منتج مش مضروب، وكمان بيضمن لك الاهم من كده كمان، انت بتاخدي بسعر الشركه او بخصم الاعضاء، فده مهم جدا. طيب انا عايزه اشتري منتجات تابر وير، اشتريها ازاي واوصل لفرع الشركه ازاي؟ في جروب على الواتساب، الجروب دوت انا الادمن بتاعه، ملكة جي جي. لازم عضويه، هقول لك ليه العضويه، هقول لك ليه بياخدوا صوره البطاقه. شكرا يا صحر. بصي اولا انا مثلا يعني بستلم من فرع سيدي جابر في اسكندريه، ده الفرع بتاعي اللي انا بستلم منه اي اوردرات انا محتاجاها او اي حاجه انا طلبتها. طب سحر مثلا، سحر دي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، سحوره سحر صبري عضوه في طب، بتستلم من روكسي، وفي عضوه تانية بتستلم من طنطا، وفي عضوه تانية بتستلم من محرم بيت اسكندريه، وفي عضوه من القاهره واسماعيليه وبني سويف والزقازيق وكفر الشيخ، كل دي فروع، كل دول موجودين في الجروب معانا. بيستلموا ازاي؟ بتطلب الاوردر مع الجروب وبعد اسبوع بتروح تستلمه من فرع الشركه اللي هي اختارته. يبقى المفروض ان انت هسيب لكم رقم الواتساب تحت في صندوق الوصف بعد ما البث يخلص. المفروض ان انت تعملي ايه؟ تدخلي على رقم الواتساب ده وتقولي انا من محافظه كذا وعايزه اشترك في تابر وير، وتبعتي صوره البطاقه بتاعتك. طيب صوره البطاقه ليه؟ عشان صوره البطاقه علشان نعمل لك العضويه على الفرع اللي انت عاوزاه. هو انا لما ادخل على سيستم الشركه واطلب اوردر على اسمك هيوصلك ازاي؟ ما انت لازم اسمك يكون في الشركه ومعروف انت عايزه تستلمي من اي فرع في فروع مصر. الجروب بقى ده بينزل عليه العروض والاسعار لمصر كلها واحده، يعني الجروب كل مصر بتطلب من سيستم واحد، من عروض واحده، من باسعار واحده، بخصم واحد كل مصر. لكن كل عضوه بتبعت صوره البطاقه وبتعمل العضويه في الفرع اللي هي عايزه تستلم منه. مثلا سحر مثلا عايزه تستلم من روكسي عشان هي مثلا من القاهره، فتقول لي عفافه انا عايزه استلم من روكسي، صوره البطاقه اهي ودخليني الجروب، فانا اضيف سحر في الجروب، وبعدين لما تحتاج حاجه بتبعت على الخاص، وبعدين بعد اسبوع بتستلم الاوردر اللي هي طلبته اللي اوريدي تكون عارفه سعره قبل ما بتطلبه. هي ما بتدفعش جنيه زياده، هي طالبه العلبه دي ب 60 جنيه بتستلم العلبه ب 60، طالباها ب 100 بتستلمها ب 100، طالبه الطقم ب 200 بتاخده ب 200، ما بتدفعش جنيه زياده، هي بتدفع الحاجه اللي هي طلبتها بالفلوس اللي هي عارفاها. في فرع في الجيزه، وفي الهرم، وفي فروع كتير في القاهره والانحاء اللي حواليها يعني. فالمفروض ان انت هتعملي ايه؟ هتدخلي على الرقم الواتساب اللي انا هسيبه في صندوق الوصف ان شاء الله. ايوه في الهرم، عندي اعضاء كتير في الهرم، الاعضاء دول كلهم بيستلموا منتجات تابر وير اللي انتوا بتشوفوها في الفيديوهات عندي، هي نفس المنتجات. فبتدخل على الواتساب بتبعت صوره البطاقه بتاعتها، صوره واضحه للبطاقه، وتقول انا عايزه استلم انا من محافظه كذا، فبنبعت لها الفروع وبتختار الفرع القريب منها. اوكي خلاص، هي بتبقى كده عضو في تابر وير وبتاخد بسعر الخصم. بعد كده بتدخل الجروب، الجروب بقى الشركه بتنزل عليه كل يوم اربع العروض وبتنتهي كل يوم اثنين. العلبه دي لو ب 100 جنيه العضو ممكن تاخدها ب 60 جنيه، تخيلوا الفرق قد ايه. فخصم الاعضاء كبير قوي، فما تشتريش من على الفيسبوك تابر وير خالص، ولا من على الانستجرام خالص. ليه؟ الاسعار بيبيعوها اغلى، الا توصلي لفرع الشركه نفسه عشان تاخدي بسعر العضويه، فده مهم جدا. يعني مثلا هي العلبه ب 100 اصلا سعرها في الكتالوج ب 100، فعلى الفيسبوك ممكن يبيعوها ب 90، يبيعوها ب 80، انما انت في العضويه وتبع فرع الشركه هتشتريها ب 60 بس. عايزه اقول لكم ان في متابعين كتير من اللي متابعينا على القناه، في الاسماعيليه، في بورسعيد، في حدائق القبه، في كل ده. عندي اعضاء في كل مصر ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني من القناه هنا بيكلموني على الواتساب
عايزه تعملي عضويه في تابر وير، ابعتي صوره البطاقه على الواتساب على الرقم اللي هسيبه في صندوق الوصف. بعدها على طول اول ما تبعتي البطاقه هنبعت لك الفروع وتختاري الفرع قريب منك، والاوردر بتستلميه بعد ما تطلبيه باسبوع. بس بجد تابر وير منتج معلهوش كلام بصراحه، يعني ولا كلمه، مفيش حاجه جربتها وطلعت وحشه. يعني سواء كان الالترا اللي في ناس كتير مش عارفه تستخدمها وهي رهيبه جدا 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 جدا، اي اكل بتعمليه فيها غير اي اكل في الدنيا. في الحله اللي هي السودا، لو الناس مش عارفه اسمها، الحله السودا بتاعت تابر وير، منتجات البلاستيك بتاعتهم بتاعت الثلاجه والفريزر تجنن، الازايز تحفه 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 بجد. فبصراحه هو الموضوع يعني يستاهل. وبفرح جدا لما حد يدخل ويدعي لي يقول لي انا مبسوطه جدا ان انا استخدمت تابر وير، كنت برمي الاكل وبرمي الخضار وبرمي الفاكهه وبرمي حاجات كتير بتبوظ بعد يومين ثلاثه الاقي كل حاجه باظت. ما هو عفافه بالصعود بالانجليزي مش بالعربي، انجليش مش عربي. والصفحه بتاعت القناه على اليوتيوب اسمها سوبر مامي، ونفس الصوره بتاعت القناه. بصوا مامتي قاعده اهي بتقول لي، يعني انا ماما دي كانت اكتر حد بيقول على تابر وير ان هي غاليه وما كانتش راضيه تستخدمها، لما انا بدات استخدمها وبقت تشوف تقول لي طب ليه يعني، ما احنا عندنا العلب اهي، ما احنا العلب موجوده وبنشتريها يعني مش غاليه كده. بس عايزه اقول لكم هي جربت علبه واحده بس، هي علبه وهي مره واحده لقيتها بتقول لي ارمي العلب دي كلها في الزباله. ماما مملكة طبعا، ماما مملكة مفيش كلام عليها، ماما مملكة دي أستاذتنا كلنا. لدرجة إن أنا والدتي كل عيد أمي نجيب لها تبر وير هدايا، بقى بتفرح جدا بتبر وير بعد ما كانت بتقول دي غالية جدا. وكان والدي برضو يعني لما استخدموها بقى الحاجة بقوا لقوا اختلاف، كانت والدتي بترمي حاجات كتير جدا، بقى دلوقتي الحاجات ما شاء الله بتقعد عندها في الثلاجه في العلبه مقفوله ومتغطيه، ولا حاجه بتنشف ولا لونها بيغير ولا طعمها بيغير. فالموضوع لا لا، الفلوس اللي مدفعها دي فايده. نوتيلا اول مره تتابعيني دلوقتي يعني، ولا من قريب قصدك، ولا اول مره تشوفيني دلوقتي اصلا؟ اياد وفريده ونور، اياد وفريدة ونور خدوا بوسة كبيرة، كل سنة وانتم طيبين. لا مش لازم خالص تطلبي اوردر في البداية، لا 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 خالص، انت ممكن اصلا تعملي العضوية، العضوية في البطاقة بس من غير اي فلوس ومن غير ما تشتري حاجة خالص، وممكن تعملي العضوية وما تشتريش حاجة يعني عادي جدا، مفيش حاجة بتلزمك. انت العضوية انت الوحيدة المستفيدة منها مش الشركة، يعني انت المستفيدة بالعضوية لانك هتاخدي بسعر الخصم، هتاخدي منتج يعني موثوق فيه، منتج يعني صناعه اتحاد اوروبي، انت كسبانه. فمش شرط خالص اي حد يقول لك ان لازم تشتري حاجه في الاول، ده كده غلطان، مش صح، مش صح ان انت تشتري حاجه ده خالص. خلصتي يا ام محمد؟ كان محمد كاتبه نجيد، خلصتي يا ام محمد المطبخ ولا كنت بتعملي ايه؟ حاضر، بيسلموا عليك يا ماما. سلمي لي عليه. مامتي بتسلم عليكم. حسناء يا ماما بتسلم عليكي، بتسلمي على مامتك كتير. كل سنه وانتم طيبين. ماما بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ربنا يخليكي يا رب. دايما معايا في الخير يا رب. يا رب. حبيبي يا دودو، انت اسمك على اسم اياد ابني يعني. حاضر. ماما مرمر بتسلم عليكي بتقول لك كل سنه وانتي طيبه. انت طيبه يا قلبي. بتسلم عليكم كلكم، بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين. دايما متجمعين. بالمناسبه بقى، بالمناسبه بمناسبه ماما، يعني مامتي دي اكتر حد شجعني على موضوع القناه، تصدقوا يعني اكتر حد شجعني قبل ما ابدا، ولما فكرت فعلا في الموضوع كانت اكتر حاجه حد شجعني هي ماما بصراحه، ربنا يبارك في عمرها يا رب. يا ست عمليه. حاضر حاضر يا ام محمد، ماما بيبعتولك بوسه يا ماما.
هم فرحوا لما سمعوا صوتك بيقولوا لك. كان في واحده بتقولي لازم تشتري في البدايه عشان العضويه تتثبت، فعقدتني بصراحه، ومن ساعتها قلت لا، لكن الموضوع سهل كده، هكون متابعه، لو في حاجات عجباني اكيد هجيبها. لا لا خالص، مش لازم تشتري اي حاجه، ده الشركه بتعمل حاجه حلوه قوي، عامله عرض ترحيب للاعضاء الجداد اول ما بيدخلوا اول اسبوع، يعني انت بعتي البطاقه النهارده بعدها باسبوع الشركه بتعمل لك عرض الترحيب ده للعضوه الجديده، بس بتعمل لك صوره كده فيها كام قطعه، تختاري منهم 3 قطع اقصى حاجه، يعني 3 قطع بيديهم لك بخصم 50%، فيهم علبه ثلاجه وعلبه فريزر وازايز، انت بتختاري 3 حاجات علشان هو بيقول لك اتفضلي حاجات ب 50% اهو بسعر قليل، تجربي المنتج بتاعنا عشان لو عجبك تشتريه وتتعاملي معاه، فيبقى وكمان اختياري مش اجباري، يعني 3 قطع ب 50% ده عرض حلو جدا، والاعضاء كلهم بيطلبوه، لانها بتبدا اول ما اتعملتش في تبروير قبل كده، فبتبدا تلاقي علبه ثلاجه بنص الثمن، علبه فريزر بنص الثمن، ازازه او معلقه من التولز او التوزيع يعني بنص الثمن، فحاجه حلوه واختياري برده، لو انت يعني مش عايزه الثلاث قطع دول، اوكي عايزه قطعه واحده برده عادي، فالدنيا سهله، يعني ما احنا داخلين تبروير عشان نخلي المطبخ صحي اكتر، نحافظ على صحتنا، مش عشان نصرف فلوس على الفاضي ولا نجيب حاجات مش محتاجينها. ربنا يا رب يا نورة، ربنا يبارك فيك يا رب. امين يا رب، مطبخ وفاء بكري، ربنا يخليكي. ده بالنسبه لموضوع تابر وير، الجروب على الواتساب، العضويه بصوره بطاقه مهما كان مكانك في مصر، ايا كان مكانك في مصر هتبقي موجوده برضو في الجروب معانا، وينفع يوصل لك المنتج عن طريق اي فرع للشركه موجود في المحافظه بتاعتك. يعني الحلو في تابر وير ان هي عروض واحده في كل جمهوريه مصر العربيه، في كل مصر كلها هي عروض واحده باسعار واحده، يعني اللي بينزل في فرع الهرم هو اللي في فرع سيدي جابر، هو اللي في اسكندريه، هو اللي في القاهره، هو اللي في كل فروع مصر كلها نفس العروض كل اسبوع، فدي حاجه حلوه طبعا. ربنا يخليك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا يا داليا. طب قولوا لي، اسالكم على حاجه، ايه اكتر حاجه بتعجبكم في القناه؟ يعني عايزه جمله مختصره ومفيده، ايه اكتر حاجه بتعجبكم في القناه؟ كلكم طبعا عسلات وكلامكم حلو انا عارفه والله، بس قولوا لي اكتر حاجه بتعجبكم هي كذا، مثلا الروتين اليومي، التنظيف مثلا جزئيه معينه في البيت، اكله معينه مثلا، او طريقه عرض الاكل، يعني ادوني تكات وفنيات كده. في فرع في سوهاج؟ اه في فرع في سوهاج. ابعتي صوره البطاقه على الرقم اللي على الواتساب ده وهظبط لك الدنيا يعني. شكرا يا نيفين، شفت انا حفظت اسمك اهو، شكرا يا نيفين. وانا كمان بيعجبني قوي تنظيم المطبخ يعني دماغي. شكرا شكرا يا منى. روتين في رمضان، حاضر. طب ايه رايكم في الفيديو اللي نزل النهارده الصبح؟ شكرا يا حسناء، شكرا يا حسناء. عفاف عفاف عفاف، شكرا شكرا. انا كمان بحبكم جدا، انتوا صحابي بقى واخواتي وعيلتي التانيه بقى زي ما بيقولوا. شكرا شكرا كل حاجه، شكرا. اه فاهمه فاهمه قصدك، ايوه مش كل الستات بتحب تطبخ او بتحب تتفرج على الاكل، وبرده مش كل الستات بتحب تتفرج على الروتين على فكره، يعني ممكن واحده تلاقي مثلا الفيديو 20 دقيقه تقول لك ياه 20 دقيقه بحالهم انا حاطه اتفرج على الفيديو 20 دقيقه، بس هو روتين ليه ناسه برده، يعني في ناس بتحب تتفرج على الروتين بصراحه، بتتفرج عليه من اوله لاخره على فكره، وفي ناس بتقدم وما بيبقاش يعني مستهويها الموضوع، فهي طباع مش اكتر. شكرا شكرا يا مرمر، شكرا شكرا دعاء، شكرا شكرا يا ام محمد. فيديو النهارده عجبكم يعني الحمد لله.
شكرا يا شادية. القناة فتحها شهر 7/2018، 21/7 بالتحديد 2018. انا كمان بحب الروتين يا، انا كمان بحب الروتين. يشرفني يا زهرة، طبعا يشرفني جدا. حسناء، بمناسبة الحمام يا حسناء بقى، عزكم الله. يعني كان في، انا لما بصور حاجة في الحمام، انتوا طبعا شايفين اولا حمامي الحمد لله رب العالمين نظيف، يعني انا مش بصور لكم مثلا الحمام مثلا مبهدل او في حاجة تضايق او حاجة مثلا تخلي واحد يبقى مثلا يعني حاجة مثلا مقززة، يعني لا الحمد لله رب العالمين. يعني ففي حد كان كتب لي قبل كده واحترمت رايها جدا، ان هي لما شافت التويلت هي قرفت وما كانت متضايقه، وان هي يعني ان انا ما يصحش ان انا اصور كده. احترمت رايها جدا وقعدت فتره كبيره ممكن اعمل روتين في الحمام بس ما اجيبش الجزء ده. ولو اني انا ببقى اكون عاوزه اوريكم ازاي بننظف التويلت من بره، ازاي التويلت من بره نفسه بيتنظف، ازاي بننظف الفصل اللي ما بين السيراميك والقاعده نفسها، كل التفاصيل دي ببقى عايزه اقولها. انتوا يعني هتركزوا كده لو لاحظتوا ان انا بحب اقول التفاصيل شويه، بحب اركز على التفاصيل. شاطره شاطره، بتحطي على الرخامه وتشتغلي، برافو عليكي انك ما تضيعيش وقتك. يعني اتفرجي وانت بتشتغلي كده تخلي الدنيا اسهل. يعني جرين واي، حاضر جرين واي. والله موضوع اللايف ده حلو جدا عشان تحسوا كده ان الموضوع ايه، برد بسرعه يعني. شاطره سندريلا، برافو عليكي. ما انا قلت لك يا جيجي انا فاتحه القناه من 21/7/2018. حاضر يا مرمر، اكتبي لي تعليق على اخر فيديو وان شاء الله بعد اللايف. ايوه، ما انا بقى فتره كبيره بقول لك يا حسناء ما صورش الحمام، ولكن لقيت بنات كتير قوي بيطلبوا الطلب ده، فبصراحه قلت يعني ما بقتش عارفه اعمله ولا لا يعني. ف عجبتهم جدا والله ليالي لبنان يا نوره، الحمد لله رب العالمين. جربوها هتعجبكم جدا. نفس راي ماما في تبر وير. بس ماما لو جربت بقى، مامتك لو جربت رايها هيختلف خالص. لا حاضر، هنسى الرقم، حاضر بعد اللايف هحطه. بس اللي تبعت على الواتساب تبعت صوره البطاقه، مش لازم الظهر، عايزين اللي هو بصوره البطاقه الصوره كامله كده، تاخد لقطه بالموبايل في اضاءه واضحه وتقول هي من محافظه ايه وتبعت صوره البطاقه، خلاص كده بس، هي كده بقت عضوه خلاص. انا اول مره ادخل قناتك وفاهمه محتواكي. نادر مروه مش فاهمه محتوايا، محتوى القناه يا ستي هو روتين في البيت، تنظيف ترتيب تنظيم، بنتعلم ازاي نعمل اكلات وحلويات ونقدمها بشكل حلو. انتي لو دخلتي على الفيديوهات هتعرفي المحتوى على طول من نفسك، من الصور بس من غير ما تسمعي فيديوهات. تفصوله تفصوله. ام محمد حبيبتي بتحب التفاصيل معايا، تفصوله تفصوله، اول مره اسمع الكلمه دي. شكرا يا حسناء. جيهان محمود من الهرم الجيزه، تمام من عناي الاثنين حبيبتي يا سحر، ربنا يخليكي. انا مش عايزه اطول عليكم، هي الساعه كام؟ مش عايزه اطول عليكم. ايه رايكم كفايه النهارده كده؟ اقول لكم بس على جرين واي الاول وبعد كده نقفل يعني لو حابين. ماما بتقول لكم قعدتكم حلوه. بصوا بالنسبه لموضوع جرين واي، جرين واي طبعا شفتوني بستخدمها في الفيديو بتاع النهارده الصبح. جرين واي هي عباره عن شركه روسيه واخده توكيل ياباني، يعني منتج كده بصوا ميكس، يعني حاجه كده تحفه بجد. انا لما جربتها فعلا عرفت ان الفلوس اللي بتدفع فيها دي في مكانها مظبوط، يعني زي ما هي علبه تابر وير هي علبه اما بتدفع فيها 50 جنيه بيبقى على حق بصراحه. يعني برضو جرين واي نفس الكلام.
جرين واي بقى دي يا ستي دي شركه بتعمل فوط، مش فوط بس، بتعمل فوط وبتعمل زيوت وبتعمل شاي وبتعمل صابون، يعني مش فوط بس، بس الفوط بتاعتها بتاعت التنظيف فوط بتنظفي بيها من غير اي منظفات، بمعنى ان فوطه التراب اللي استخدمناها في الفيديو الصبح، الفوطه دي بننظف بيها او بنلمع بيها الخشب من غير اي منظف ولا ملمع ولا اي حاجه خالص. فوطه الازاز نفس الكلام، بنلمع بيها الازاز ونلمع بيها كل الاسطح من غير اي 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 منظف ولا جلانس ولا نرش اي حاجه خالص. طب هل الموضوع ده موفر ولا كده الفوط غاليه؟ طب الفوط سعرها كام الاول؟ الفوط سعرها فوطه التراب سعرها 140 جنيه، وفوطه الازاز سعرها 120 جنيه. قولي لي كده الصوت واضح الاول ولا لا؟ انا مش متكلمه عن انا متكلمه عن الشركه الصبح بس، يعني هقول بالتفصيل دلوقتي. انا استخدمت الفوطه بتاعت التراب وفوطه الازاز استخدمتهم في الفيديو. شكرا شكرا يا ساجده، استخدمتهم في الفيديو. بصي انت لما انا يعني كحد مثلا ما بحبش التراب خالص او بيأذيني نفسيا، فانا دايما اشتري بليجي. بليجي الازازه عامله 27 جنيه، ما بتكملش معايا الشهر. ليه؟ لو نضفت بيها خشب البيت كله مرتين في الشهر بس هتخلص، يمكن اقل. اكسباير بصي ليها، هي ممكن تقعد مع الاستخدام الصحيح تقعد معاكي سنتين واكتر، يعني ما مش هيحصل لها حاجه. هقول لكم عن طريقه استخدامها دلوقتي، استخدامها سهل جدا. بالنسبه لجرين واي بقى مش زي تبر وير، انت بتبعتي صوره بطاقتك بنوصلك بالفرع بتستلمي منه بتتابعي العروض على الجروب. دي كده الفكره كلها في تبر وير، الموضوع سهل قوي. جرين واي مفيش فروع، جرين واي الحاجه بتوصلك شحنه للبيت، ما فيهاش فروع، بتوصلني وبتوصلك شحن. هي عباره عن مخزنين بس في مصر، مخزن في القاهره ومخزن في اسكندريه. الناس بتوع القاهره بيوصل لهم من مخزن القاهره، الناس بتوع اسكندريه بيوصل لهم من مخزن اسكندريه. ف يعني الموضوع برده سهل، بيوصلك انت بتطلبي الاوردر بيوصلك شحن للبيت بس، بتدفعي طبعا تمن الشحن بتاع شركه الشحن اللي وصل لك الشحن للبيت، فالموضوع سهل وبسيط. هو جروب برضو يا جيجي، جرين واي جروب برضو على الواتساب، في فيديوهات ازاي نستخدم الفوط، في فيديوهات وشرح وكلام بوستات ازاي نستخدمها. لا بس هقول لكم على حاجه، انا لا يا حبيبه قلبي، المحافظات بيستلموا شحن، لو اي فين مكانك في مصر بتستلمي جرين واي شحن. وبالنسبه لتابر وير رقم الواتساب هيكون موجود في صندوق الوصف، بتبعتي صوره البطاقه عليه وبتقولي انا من محافظه كذا، خلاص تبقى انت كده عملتي العضويه وهتضافي في الجروب، وتعرفي بقى العروض والاسعار بتاعت كل اسبوع. عروض تابر وير بتنزل كل يوم اربع بتنتهي كل يوم اثنين، يعني العلبه دي لو ب 100 جنيه عليها خصم تاخديها ب 60، بتفضل نازله معانا اربع وخميس وجمعه وسبت وحد، ويوم الاثنين العرض بينتهي، ويوم الاربع تنزل عروض جديده. فعروض تبر وير اسبوعيه، عروض جرين واي شهريه. شكرا يا حسناء ربنا يخليكي. طيب هقول لكم على حاجه، اللي عايزه تستخدم فوط جرين واي، في بقى فوطه كمان للمواعين هجربها معاكم بقى، اللي هو انت بتغسلي حاجه مزيته مثلا ولا مدهننه من غير صابون خالص، الفوطه بتنضفها وبتخليها تزيق، متخيلين؟ جروب جرين واي برضو في رقم الواتساب اللي هسيبه في صندوق الوصف، تدخلي على الجروب وتدخلي الاول تقولي انت عايزه جرين واي ولا طبق غير، وبعدين تبعتي برضو صوره البطاقه وبس، جرين واي بالشحن بقى، يعني انت عايزه فوطه التراب توصلك شحن مثلا بعد اسبوعين، بعد على حسب بقى الوقت يعني. لا بس المنتج ليه؟ المنتج انا قلت لكم عليه، ما انا ممكن جربته لقيته مش حلو فما قلت لكوش عليه. انا ليه جربته ولقيته حلو؟ فوطه الازاز بنستخدمها ازاي؟ احنا بنستخدمها بالميه وبتتنضف برده بالميه والصابونه اللي هي المنتجات الطبيعيه، يعني صابونه جرين، صابونه كده من منتجات طبيعيه، انا غسلت بيها الفوط معاكم في الفيديو، الفيديو اخر فيديو بتاع الصبح ده اسمعوه هتفهموا الدنيا برده شويه. لمعت فيه الباب بتاع الشقه، كان بقالي فتره كبيره قوي سايباه عشان اشوف تاثير الفوطه، هايله جدا، بتلمع الخشب لمعه رهيبه من غير اي منظفات ولا ملمعات ولا اي حاجه خالص.
لا بجد ايدينا نرحمها شويه بجد. فوطه الدهون كمان انا لسه ما جربتهاش معاكم، بس يعني لا بيقولوا مبهره جدا، يعني تشيلي دهون الفرن من غير منظفات ازاي، من غير ريحه ومن غير ما ترشي ومن غير ما تعملي صابون وتمسحي، هتبلي الفوطه وتمسحي الدهون بس، دهون الشفاط ودهون السيراميك وكل الكلام ده، فالموضوع كده يبقى تحفه يعني. حاضر، كل اسبوع لايف. حاضر، بس هقول لكم على حاجه، رقم الواتساب اللي هتدخلوا عليه مش عايزه حد يزعل ان مش اول ما بعت الرساله ما حدش رد عليه، يعني اصبروا شويه تمام. يعني ابعتي رسالتك وقولي اللي انت عاوزاه وهنرد عليك ان شاء الله. لايف كل اسبوع. حاضر. طب انتوا عشان يبقى اللايف بالنسبه لكم يعني مفيد كده ومهم، عايزيني اقول ايه في اللايف عشان يبقى حاجه يعني حلوه ومفيده، ما بقيناش رغينا وبس مثلا، او ما عملناش حاجه مهمه، تحبوا ايه؟ وانتي طيبة، انتي طيبة يا حبيبتي. اه انا حاسة ان انا قعدتكم برضو يا يا يمو جنة. اه في فوطة لإزالة الدهون، الفوطة الموف، بصوا هنجربها مع بعض ان شاء الله. بصي بصي يا حسناء، اللي هيساعدك جدا في رمضان ان انت ما تفضليش طول النهار في المطبخ وملهيه بقى في حوار الاكل ده، تجهزي حاجتك بالليل، ده مهم جدا. اهلا يا ام فرح، منوره الدنيا كلها. حطوا لايك للبث، حطوا لايك بقى. طب انا عايز اقول لكم على حاجه، احلى حاجه في البث ده تبقى ايه؟ ان ماما تسلم عليكم. سلمت عليه ماما. لا يا ماما تعالي اطلعي، ماما سلمي عليهم، تعالي اطلعي سلمي عليهم، نطلع لكم ماما يعني. استني اما نشوف رايهم الاول، وانا بالازدال كده استني نشوف رايهم الاول، نطلع لكم ماما تسلم عليكم. مش هبقى لابسه ومتنتكه يا ماما، استني بس. خلينا المره الجايه بقى يا ماما، استني يمكن عايزينك تطلعي المرة دي. أم فرح بتقولك الأم نور البيت حبيبتي أم فرح. بصي يا وليدي بتهزري، دي محتاجة سؤال يعني، نطلع لكم ماما؟ سندريلا بتقولك منوره يا ماما حبيبه قلبي حبيبتي. طب بصوا انا حاسه ان عشان اللايف يبقى طبعا انتوا وجودكم اساسا افاده بصراحه. طب خليها تطلع المره الجايه بس عشان ابقى عامله حساب. لا يا ماما استني، ماما استني بس، ربنا يخليكي وانتي طيبه يا رب، اللهم امين. عشان يبقى الاول بس ليه كده مختلف وحلو كده في نفسه وجميل وامور يعني، اطلع لكم ماما. بتقولك الاسدال حلو، بتطلعي بالاسدال عادي. طبعا طبعا يا جيجي، طبعا هي الخير والبركه طبعا. ام جنه بتقول لك يا ماما ربنا يطول في عمرك ويبارك فيكي ويرزقك الفردوس الاعلى من الجنه. ربنا يعزك يا رب، ربنا يعزك يا حبيبتي، ربنا يعزك. بيقولوا لك على خاطرك لو حابه، يعني انت لو حابه تطلعي لهم يشوفوكي يعني على خاطرك، يعني براحتك يعني. حبايبي حبايبي. انا بصراحه عايزه اطلعك، يعني انا وانتي يعني، لا انا لا انا ولا انت يا ماما. حبايب قلبي. طب عشان ما اطولش عليكم انا اطلع لكم ماما تسلم عليكم وبعدها نقفل على طول، بس عايزه بقى مش عايزه، عايزه لايك كبير لماما، مش لايك بس، لايك كبير يعني، حطوا لايك لايك تخين عشان ماما. لا عايزه لايك كبير. طب استنى،
بصوا مامتي اوريكم مامتي بقى. احلى لايك لماما. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين يا ماما. وفاء بتقول لك نشوفك على جبل عرفات يا امي. يا رب يا رب جمعنا يا رب يا رب يا رب تكون ابواب السماء مفتحه كده والدعاء ده يطلع ان شاء الله باذن الله واستجاب. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. كل سنه وانتم طيبين ودايما يا رب متجمعين في الخير كده يا رب يا رب. من الحب في الله ده احلى. ربنا يجمعكم في الخير يا رب ويجعل الشهر الكريم ده خير وبركه على امه محمد كلها وعليكم يا حبايبي يا حبايبي. وكل واحده تفرح وكل امنيه حد بيتمناها ربنا يحققها له في الشهر الكريم ده يا رب. يجعله شهر الخير والنور والبركه على امه محمد كلها. انا سعيده ان انا بصراحه يعني ان انا معاكم بجد بجد والله. انا كنت طالعه يعني بص مش عارفه اقول لكم طالعه في حاجه تانية خالص. لقيتها بتعمل البث قعدت طبعا استناها بس انا سعيده سعيده بيكم والله. ربنا يكرمكم يا رب. ربنا يكرمكم يا حبايبي وتفرحوا بحبايبكم يا رب. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. بصوا بقى عايزه اقول لكم طبعا احلى مفاجاه يعني في اول بث ليا ماما تطلع معايا. حبايب قلبي حبايب قلبي عفه دي بنتي الكبيره اول فرحتي. وانت طيبه انت طيبه يا طحر. حبايب كل سنه وانتم طيبين يا حبايب. كل سنه وانتم طيبين وتقعدوا لها يا رب وما تتحرموش من بعض ابدا يا رب ما تتحرموا. ربنا يسعدكم. وطبعا اللي غايبين دلوقتي مش موجودين برضو هم اساس القناه يعني من غيرهم ما يبقاش في حاجه خالص. ربنا يسعدهم ويفرح قلبهم زي ما بيسعدوكي بيفرحوا قلبك. طبعا ربنا تعليقاتهم يعني ساعات بتنزل تقولي تعليقات يا ماما صدقي جالي تعليق كذا كذا وانا فرحانه بحس ان بتاعها بصوا ما شاء الله. خلي بالكم مامتي معجبه بالمحتوى بتاعي جدا. انا مش اي حد والله بصراحه بتشجعني على طول ومش هي لوحدها في كذا حد بتابعه برضو معجبه بيه. يعني انا بحب صراحه بحب الناس الجميله الناس النظيفه كده من جوه الناس الحلوه بحب اشجعهم وبحبهم وبحبكم يا حبايبي. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عشان انا مكسوفه. لا يا ماما تكسفيش يا ماما ده هم كلهم بيحيوك يا ماما ربنا يسعدكم ان انت طلعتي معانا. ربنا يسعدكم ربنا يسعدكم يا رب. ما يخرج الشهر الكريم ده الا لما كل واحده تكون سعيده في قلبها ومحققه كل اللي تتمناه وربنا متقبل الدعاء بتاعها يا رب. يا رب يتقبل دعائكم كله وتكون ابواب السماء مفتوحه ومنها لربنا كده على طول ما يبقاش في حجاب يا رب. فرصه ونغتنمها في الشهر الكريم ده فرصه والله فرصه 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 قلبنا كده بصوا يبقى متعلق بربنا. سيبك من اي حاجه تانية كل ده ولا اي حاجه دعوه من قلبك كده لحبايبك وليك ولولادك ولزوجك ولاي حد بتحبيه دي بصوا بالدنيا بحالها. ربنا يسعدكم ويفرح قلوبكم يا رب يا رب يفرح قلوبكم وتخرجوا من الشهر الكريم ده هوت ان شاء الله مقبولين متقبلين ربنا متقبلكم عنده باذن الله والمعتوقين من النار باذن الله يا رب. نكون جمعا يا رب وربنا يجمعنا في الخير يا رب يا حبايب قلبي. كل سنه ماما بيقولوا لك انت عموره بالاسدال حبايب قلبي. لا ده بص مامتي دي عسل عايز اقول لكم يعني احلى واحده فينا كلنا. لا حبايبي 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 الحلاوه مش حلاوه الشكل والله. ربنا يسعدكم يا حبايبي ويخلي لكم اولادكم وتفرحوا بيهم يا رب ويدخل ويخلي البركه في بيوتكم يا رب. يجعل البركه والخير في بيوتكم يا رب يا رب. يجعل البركه والخير في بيوتكم ويفرحكم باولادكم وبازواجكم وكل واحده عندها هم يزيحوا عنها يا رب. كل مكروبه يزيح عنها الكرب بتاعها يا رب ويدخل السرور في قلوبكم يا رب ويرضيكم باقل حاجه تكونوا مرضيين اقل شيء ربنا يرضيكم فيه. يخلي القناعه في قلوبكم يا رب يخلي القناعه في قلوبكم يا حبايبي. ربنا يسعدكم يا رب. انا عايزه اقول لكم يعني احلى نهايه في الفيديو يعني ختامها مسك يعني حبيبتي يعني نختم ان شاء الله اللايف النهارده ويا رب يكون يعني خفيف وظريف عليكم كده. احلى لايك بقى لمياره. احلى لايك بقى لمياره. هم ما يعرفوش مياره ما يعرفوا عفاف. مياره دي اللي هي عفاف. ما يعرفوش مياره خالص يعرفوا عفاف بس. عفا عفا ربنا يسعدكم يا رب. تسلموا لي يا حبايب قلبي. لا الفوطه مش بتخلص ولا بتبوظ يعني الفوطه اللي بتستخدميها صح تعيش سنتين واكتر. ده جميله يعني. ده انا ما كنتش مصدقه. انا ما كنتش مصدقه ان في فوط كده بتمسح وتنظف كده. خلي بالكم بحب النظافه بس انا مش قلت لها يعني ايه فوطه قماشه تمسح وتنظف من غير ميه وصابون ومساحيق. جربتها صراحه ما شاء الله بجد. انا ما يعني ما اقتنعش بالحاجه لما اجربها بايدي.
فالحمد لله الحمد تحية لله. تحية ليكي واصلة من المغرب يا ماما. يا حبيبتي اهل، خلي بالك انا اجدادي مغاربة. شفتوا بقى عرفتوا ماما عمورة ليه؟ اجدادي مغاربة. اه والله جدتي لوالدي، جدتي لوالدي مغاربة. ربنا يسعدكم يا حبايبي، احلى احلى تحية، احلى تحية لاهل المغرب والجزائر وليبيا والعراق وكل وسوريا، كل بلادنا الحلوة. ده انا عايزة اقول لك بيطلبوا طلب غريب جدا. كل بس عايزين ماما. يا خرابي يا خرابي، ده انا ده شرف ليا، ده شرف ليا، ده انا شيء يسعدني. بصي انا عايزه اقول لك ان كل الناس الموجوده على القناه الناس كلها في قمه الذوق والاحترام ما شاء الله بصراحه، يعني ما شاء الله. انت يا ام يارا يا عفه يعني الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. يعني انا هاخد الاجر بقى بسببها، انا اخد الاجر بسبب عفه بجد والله. حاضر. الحمد لله الحمد لله. هنعمل بس تاني ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبي. كل سنه وانتم طيبين. اسيبكم عشان كده صراحه يعني اتاخرنا قوي. هسيب لكم الرقم الواتساب في صندوق الوصف، تمام زي ما اتفقنا كده، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. واهلا بيكي من تونس، مبسوطه طبعا جدا ان في بلاد كتير بتتابعنا دلوقتي. احلى خالته واحلى مفاجاه. حبايبي حبايبي، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم كلكم. واتمنى ان انتوا تعلقوا على الفيديو ده او على البث ده لما يخلص، عايزين نعمل فيديوهات ايه ونعمل اكلات ايه عشان ان شاء الله نعملها مع بعض. وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وروتين جديد. كنت معاكم عفاف، ولو انت اول مره تشوفيني اول مره تسمعيني في البث ده اعملي لايك على طول، واشتركي في القناه من الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو على الشمال، هتلاقيه مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب، اضغطي عليه. واهم خطوه في الدنيا بقى انك تفعلي علامه الجرس اللي هتظهر على الكل عشان يوصلك اشعارات بالفيديوهات الجديده، ولما نعمل بث يوصلك بيه اشعار.